الأوساط الأمريكية عادت من جديد لحث الرئيس الأمريكي جو بايدن للتدخل فيما يجري من أزمة سياسية خطيرة في الداخل العراقي، لأن الأمور بدأت تسير عكس التيار بما تريده الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه المرة الأمور والتفاصيل قادمة من مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي الذي يقع مقره في نيويورك، وتحديدا وبشكل خاص من هذا الرجل ماكس بوت، وهو أحد أبرز الخبراء في دراسات الأمن القومي في مجلس العلاقات الخارجية. وجد هذا الرجل ووجد مجلس العلاقات الخارجية بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي غير مهتمة فيما يجري في مستوى الداخل العراقي. الاهتمام الأساسي في مسألة السياسات الخارجية هي مواجهة روسيا، مواجهة الصين، محاولة العودة للاتفاقية النووية مع إيران. هذه هي أهم الأمور التي تهتم فيها الإدارة الأمريكية الحالية، ولكن الظروف الداخل العراقي أصبحت صعبة للغاية. ووجد مجلس العلاقات الخارجية بأن الظروف في العراق الآن ستجبر الولايات المتحدة الأمريكية على التدخل الآن، وذلك من أجل منع سيناريوهات خطيرة من الممكن أن تؤثر على ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية للشرق الأوسط. فواحدة من السيناريوهات، يجب أن تمنع الولايات المتحدة الأمريكية بما تستطيع وقدر ما تستطيع حربا أهلية وانزلاقا جديدا لصدامات مسلحة لا يريدها أحد بين التيار الصدري وبين الإطار التنسيقي والفصائل المسلحة، كما يتحدث ويتهم التيار الصدري بكل تأكيد. وكذلك السيناريو الآخر هو زيادة النفوذ الإيراني على المستوى السياسي لأحزابها التي تدعمها ولفصائلها المسلحة في الداخل العراقي. هذين السيناريوهين يجب أن تتم وتمنع الولايات المتحدة الأمريكية هذه الأمور. على هذا الأساس مجلس العلاقات الخارجية وجد بأن على الولايات المتحدة الأمريكية التحرك بسرعة لدعم السيد مقتدى الصدر على المستوى السياسي. قد يستغرب البعض من هذه المسألة ويعتقد بأنهم سيتدخلون بشكل مباشر. الأمر ليس بهذا الشكل، فالأوساط الأمريكية تحدثت في الأسابيع الماضية مع بدء الأزمة السياسية بأنهم غير قادرين على التواصل مع السيد مقتدى الصدر أو الصدريين بشكل عام، لأن السيد مقتدى الصدر رافض تماما أي تدخل أمريكي، أي تدخل إيراني، أي تدخل من أي دولة أخرى في المسائل العراقية الداخلية، وبالتالي هم ليس لديهم اتصال مباشر، ولكن دعمه سياسيا من خلال الضغط على الطرف الآخر، الضغط على الأحزاب المدعومة من إيران وتحديدا قيادات هذه الأحزاب، وذلك من خلال فرض عقوبات وتفعيل العقوبات على القادة السياسيين المدعومين من إيران مباشرة. وبالتالي لن تتمكن الحكومة العراقية من التعامل معهم، لن يتمكن البنك المركزي العراقي من التعامل مع هذه القيادات مع هذا الضغط إن فعلا قامت الولايات المتحدة الأمريكية بهذا التحرك. بالإضافة إلى ذلك أنه سيعتبر فيتو أمريكي على هؤلاء القادة على مستوى المستقبل السياسي، وستنهي المستقبل السياسي تماما بمجرد إعلان هذه العقوبات. قد لا تؤثر على مستوى المالي ولكنها ستؤثر على المستقبل السياسي، وهي رسالة في العادة تفهمها كل دول العالم بما فيها إيران بأن هذا الطرف مرفوض من جانبنا، وإن كان رئيس كتلة وإن كان قائدا معينا وإن كان مرشحا معينا، وبالتالي إغلاق الطريق تماما على هذا الطرف. وبالتالي مجلس العلاقات الخارجية وجد بأن هذا طريق سريع للولايات المتحدة الأمريكية للتدخل بسرعة لمنع النفوذ الإيراني، لمنع انزلاق الأمور إلى أمور أصعب، وأيضا منع إيران من عملية حث هذه الأطراف للتوجه إلى توجهات خطيرة. كذلك جويل ريبورن، وهو مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص إلى سوريا سابقا، الرجل وجد بأن العراق مهم ليس فقط على مسألة أنه من أكبر منتجي النفط في العالم، وبأن هذه المسألة ممكن أن تؤثر على سوق النفط العالمية إذا ما تأثر عملية الصادرات النفطية من الداخل العراقي والإنتاج النفطي، ولكن قال علينا أن نتذكر بأن المسألة أيضا مرتبطة في النفوذ الإيراني للفصائل المسلحة. فهذا النفوذ الإيراني والسياسة الإقليمية لإيران بأن العراق يمثل بقعة مهمة جدا لإضعاف هذه الفصائل في الشرق الأوسط بشكل عام، إضعاف هذه الفصائل على المستوى السياسي مما سيؤثر على المستوى التسليحي، سيضعف أيضا الفصائل المسلحة في الداخل السوري، وبالتالي تستقر الأمور. الإمدادات من الفصائل المسلحة في الداخل العراقي إلى سوريا
تغير الكثير من المعادلات وتزيد من التشنجات في المنطقة. على سبيل المثال مما نراه على المستوى الجوي، إذا ما نظرنا إلى هذه المسألة بشكل مباشر بما أنها واضحة للعيان على الفلايت ريدار 24، يوم أمس كانت هنالك طائرة شحن تابعة للحرس الثوري الإيراني دخلت عبر الأجواء العراقية إلى الداخل السوري وكانت متوجهة إلى دمشق، ولكنها انعطفت بهذا الشكل الذي تلاحظونه، وهذه الطائرة كانت متوجهة مباشرة إلى مطار حلب بهذا الشكل الذي ترونه. وهنالك أيضا تسجيل لهذه الطائرة كما تلاحظون، هي طائرة إيرانية وهي طائرة تابعة للحرس الثوري كما تحدثنا. فجأة بأكثر من ساعة جاءت ضربات إسرائيلية سريعة على مطار حلب بعد اختفاء هذه الطائرة من الرادارات، ضربوا مباشرة المناطق أو المواقع القريبة والمناطق والمخازن التي هي تعتبر حول مطار حلب، وكذلك وجهوا ضربات أيضا على دمشق وتحديدا بالقرب من مطار دمشق. وبعد ذلك مباشرة جاءت طائرة شحن أخرى إيرانية بعد كل الضربات التي جاءت يوم أمس من بهذا الشكل لاحظ عبر الأجواء العراقية عبر الرمادي، وصلت بهذا الشكل إلى طبعا دمشق وإلى مطار دمشق كما تلاحظون. وهنا المسألة أننا عندما نلاحظ هذه الطائرة سنلاحظ بأن طائرة مهان إير طائرة الشحن الإيرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني، هذا الإمداد بالسلاح فيه مشكلة كبيرة جدا على المستوى البري على المستوى الجوي. لماذا؟ لأن هذه القضية في العادة والسيناريوهات التي نلاحظها أن السلاح الذي يعبر إلى الداخل السوري يدفع إسرائيل أن توجه ضربات، وبعد هذه الضربات إن كانت مؤثرة فإن الفصائل المسلحة الموالية لإيران في الداخل العراقي على سبيل المثال أو حتى في الداخل السوري تحاول الانتقام بضرب القواعد الأمريكية مثل ضرب قاعدة التنف على سبيل المثال أو ضرب القواعد الموجودة إلى شرق نهر الفرات مثل قاعدة حقل العمر النفطي وقاعدة كونيكو التي يتواجد فيها التحالف الدولي. ورغم أن تواجد هذه القوات من قوات التحالف الدولي إن مهمتها الخاصة هي مهاجمة وتنظيم داعش وليس الفصائل المسلحة، ولكن بسبب هذه الضربات تدفع الأمور الولايات المتحدة الأمريكية لضرب هذه الفصائل، تعود هذه الفصائل لضرب الولايات المتحدة وهكذا. وبالتالي تلاحظ بأن هنالك استقرار متزعزع وبشكل متزايد بما أن الفصائل تزداد قوة، لا بد من منع هذه المسألة. وعلى هذا الأساس مجلس العلاقات الخارجية وتحديدا ماكس بوت وجد الآتي: أفضل رهان لواشنطن هو استخدام نفوذها لبناء الدعم السياسي للصدر وممارسة المزيد من الضغط على الشخصيات المدعومة من إيران. وهم يتحركون ويتحدثون عن هذه المسألة لأن الأوساط الأمريكية لا زالت تجد أن الوضع العراقي لا زال خطيرا رغم كل التهدئة التي جاءت من السيد مقتدى الصدر والتي جاءت بكلام من العديد من الأوساط السياسية من مختلف الأطراف، إلا أن سي بي اس نيوز الأمريكية على سبيل المثال يوم أمس قالت إذا لم يتم إصلاح الخلاف فقد يندلع العنف بسهولة مرة أخرى ويتصاعد إلى صراع أوسط. الواشنطن بوست الأمريكية قالت يوم أمس أن هذه المشاكل القضايا وهذه الصدامات التي نراها في الداخل العراقي هي كلها بسبب الأزمات السياسية والمنظومة السياسية والنظام السياسي، أن هنالك خللا في هذا النظام ولذلك لابد من إصلاح هذه الأمور، وهذا ما يجب أن نعترف به كولايات للمتحدة الأمريكية. وطبعا كل هذه المسائل وهذا الدفع الكبير جدا جعل الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يتصل يوم أمس برئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي مباشرة للحديث عن الاشتباكات التي جرت في المنطقة الخضراء، وهذا يوضح أهمية الظرف الذي يأتي في الداخل العراقي، بل إن هنالك أطرافا أخرى أمريكية بدأت تضغط على الرئيس الأمريكي جو بايدن للتدخل بسرعة في الداخل العراقي لمسألة مختلفة، ولكنها قد تدفع وتضغط على الرئيس الأمريكي جو بايدن للقيام بمثل هذا الفعل والتحرك تجاه هذه الأطراف كما اقترح مجلس العلاقات الخارجية بالضغط على القيادات السياسية الخاصة بالأحزاب المدعومة من إيران. فبعد أن جاء الكونغرس الأمريكي وبدأ يضغط بمجلسيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ منذ 15 من أغسطس على الولايات المتحدة الأمريكية في مسألة الشركات الأمريكية وعملها في الطاقة في إقليم كردستان،
وجدوا ببساطة بأن هنالك قرارات قد صدرت بدأت تستخدم من الداخل العراقي، تستخدم بشكل انتقائي ضد الشركات الأمريكية، دفع الشركات الأمريكية إلى الانسحاب وعدم مقدرتها على العمل. هنالك خلافات بين الحكومة الاتحادية وبين حكومة إقليم كردستان، هنالك ضربات من الفصائل المسلحة الموالية لإيران على هذه الحقول النفطية التي تعمل بها بعض الشركات الأمريكية. ضربات بدأت أيضا منذ مارس الماضي، شهدنا الضربات بالصواريخ البالستية على مجموعة كار من قبل إيران مباشرة. بالتالي الضغط عالي للغاية، وعليك يا بايدن أن تتدخل بشكل كبير لمنع كل هذه الأمور وتقريب وجهات النظر. الآن وما هو جديد اليوم تحديدا؟ كانت هنالك رسالة من الشركات الأمريكية النفطية التي تعمل في إقليم كردستان، أرسلوها مباشرة هذه الرسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، مطالبينه مباشرة بالتدخل من أجل حل الأزمة، تقريب وجهات النظر بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. وهذا ما نشرته رويترز اليوم حول هذه المسألة، وأكدت بأنها اطلعت على تفاصيل هذه الرسالة المرسلة من هذه الشركات. وبالتالي أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس الأمريكي جو بايدن أمام ضغط عال للتدخل في مسألة الطاقة لإيجاد طريق للدعم السياسي كما تحدثنا، والضغط على إيران خاصة وأن حتى هذه اللحظة لا زالت المفاوضات النووية مستمرة، وأن هنالك صعوبة كبيرة للغاية في العودة إلى هذه الاتفاقية. وأيضا يجب أن ننتبه أن أي صدامات جديدة بأي شكل من الأشكال فإن هذا سيؤثر على إمدادات الطاقة بشكل خطير للغاية، وبالتالي هذا يفتح الكثير من الأبواب للولايات المتحدة الأمريكية، فقد لا تتوجه مباشرة إلى فرض عقوبات مباشرة من وزارة الخزانة الأمريكية، لا أبدا، بل قد نكون أمام ترتيبات خاصة في هذه الاتفاقية النووية وفي هذه المفاوضات النووية مرتبطة بهؤلاء القادة السياسيين المدعومين من إيران. فالسياسات الإقليمية رغم أن إيران قالت بأننا رفضنا مناقشة هذه المسألة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن لا زالت الباب مفتوحة، وقد تكون هذه ترتيبات من تحت الطاولة، وهذا يقع من ضمن التحليلات ولا يقع من ضمن الأخبار. سنعرف الكثير من هذه الأمور إذا ما شهدنا التقلبات التي ممكن أن تجري في الداخل العراقي في ظل الأزمة السياسية، وبالتالي إيران قد ترفع الدعم ببساطة عن بعض الأطراف في هذه المسألة. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه مشكلة في مسألة العودة للاتفاقية النووية، مشاكل خطيرة للغاية هي التي تواجهها، والمشاكل هي مرتبطة بمسألة واحدة فقط التي تبدو بأنها هي المسألة الوحيدة التي بقيت للعودة للاتفاقية النووية، هي التحقيقات التي تعمل عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 3 مواقع وجدت فيها جزيئات اليورانيوم في داخل إيران. وهذه المواقع سألت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران ما الذي تفعلينه في هذه المواقع ولماذا لم تصرحي بها؟ إيران طبعا أجابت على هذه المسألة، ولكن الوكالة الدولية سابقا وكانت واضحة رفضت هذه الإجابات على المستوى الفني، ووجدتها بأنها غير مقنعة، وجهوا طبعا تنديدا وتوبيخا لإيران، وإيران اتخذت تصرفات وأمور تصعيدية والأمر أصبح معقدا. وبالتالي هذا الأمر يبدو الآن من خلال الأنباء الجديدة والتسريبات الجديدة الحاضرة والتصريحات الرسمية من الطرفين أن هذا الأمر هو الأمر الذي سيحسم مسألة العودة للاتفاقية النووية، وبالتالي نحن أمام 4 سيناريوهات فيما ممكن أن يجري في هذه التحقيقات. السيناريو الأول ببساطة أن توافق إيران على الإجابة على مسألة هذه المواقع وتجيب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن يكون هذه الإجابات مقنعة ونعود بسرعة إلى الاتفاقية النووية وتنتهي هذه المسألة نهائيا. أما الأمر الثاني فإن إيران لا تجيب على هذه المسألة نهائيا، وندخل في مسألة فشل للمفاوضات النووية تام، ولن يكون هنالك نجاحا بإصرار إيران على عدم الإجابة مثلا على هذه المسألة. ولكن هو يفتح سيناريو مهم جدا يجب أن ننتبه إليه، أن الولايات المتحدة الأمريكية والأوساط الأمريكية لمحت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية بما أن إيران تخصب بنسبة 60% بالنسبة لليورانيوم، وهذا يفتح الباب أن ترفع التخصيب وأن تصل إلى 90% في أي لحظة، مما قد يوصلها مباشرة إلى القدرة للوصول إلى القنبلة النووية. فالولايات المتحدة الأمريكية إذا ما أغلقت الأبواب ممكن أن تخفف بعض العقوبات لإبقاء إيران على مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وبالتالي نعود تمنع طبعا إيران من الوصول إلى القنبلة النووية في ظل هذه التفاصيل التي نذكرها. وعلى هذا الأساس الأمور ستكون طبعا طبيعية بالنسبة لما يجري، ولكن السيناريو
الثالث، وهذا هو السيناريو الذي يعتبر أيضا سيناريو مهم للغاية يجب أن ننتبه إليه، وقد يكون هو مرشحا أن إيران توافق على الإجابة على هذه التحقيقات، ولكن مع الموافقة ستكون الإجابة متأخرة. نوافق تمام، سنتعاون معكم، ولكن دعونا نعود إلى الاتفاق النووي، وهذه ستعتبر قد يكون سيناريو هش في حالة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرة أخرى لم تقتنع بالإجابات الإيرانية، وبالتالي هذا سيعني انهيارا للمفاوضات النووية. أما السيناريو الثالث هو ضغط الولايات المتحدة الأمريكية، وهو السيناريو الأصعب، الضغط على تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإغلاق كل هذه التحقيقات نهائيا، وبالتالي نعود إلى الاتفاقية النووية وننهي هذه المسألة، ولنبعد خطر وصول إيران إلى القنبلة النووية ونسيطر على أجهزة الطرد المركزية. ولكن سيبقى ما جرى في الثلاثة مواقع السرية الغير معلنة من إيران، وسيظل هذه المسألة وستظل هذه المسألة هي مسألة خطيرة للغاية، وقد تعلن إيران فجأة مخدرتها أو تصل إلى القنبلة النووية بسرعة بسبب ما جرى هنا، وستبقى هذه المسألة هي مسألة غامضة. والولايات المتحدة الأمريكية قد أكدت سابقا بأنها لن تغلق هذه التحقيقات نهائيا، ولسوء الحظ بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية إيران على المستوى الرسمي هي كانت واضحة وقالت بأننا لم تغلقوا هذه التحقيقات في هذه المواقع لن نعود إلى الاتفاقية النووية، انسوا هذا الأمر تماما. هذا كان حاضرا بتصريحات قادمة من وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان في 24 لساعة الماضية، وكذلك رئيس هيئة الطاقة الذرية السيد محمد إسلامي، كانوا واضحين تماما لم تغلقوا هذه التحقيقات لن نعود إلى الاتفاقية النووية، بل إن هنالك مصدرا خاصا مسؤولا خاصا صرح لوكالة رويترز من دون ذكر اسمه بأن هذا الأمر هو يعتبر خط أحمر، تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإغلاقها خط أحمر للعودة إلى الاتفاقية النووية، وهذا ما ذكره المصدر. مسؤول الإيراني رفض الكشف عن هويته لرويترز، إن إغلاق تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية خط أحمر للمرشد الأعلى، وبالتالي هذه طبعا مسألة خطيرة للغاية، بل ما يزيد الطين بل أن إيران فجأة يوم أمس قد أعلنت بأنها بدأت بتخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزية متقدمة جديدة. التفاصيل التي نشرت من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حقيقة إلى وكالة رويترز كما ترون، فإن هنالك كما ترون هنا بهذا الاتجاه هذه أجهزة الطرد المركزية الـ IR-6 من الجيل السادس، هنا منشأة نطنز النووية، هنا منشأة فوردو، وطبعا هذه إيران كما ترون. إيران كانت قد ركبت ثلاثة مجموعات من أجهزة الجيل السادس الـ IR-6، كل مجموعة تتكون بحسب ما وثقته الوكالة الدولية للطاقة الذرية لوكالة رويترز هي تشكل 174 جهازا من أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس. هم شغلوا أول مجموعة الاثنين الماضي، وها هم الآن قد شغلوا مجموعة أخرى من 174 جهازا إضافيا في منشأة نطنز تحديدا، ولم تبقى إلا مجموعة واحدة من أجل تشغيلها، وهذا ما يزيد الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. كلما تشغل أجهزة أكثر كلما أنت قادر بشكل أكبر للوصول إلى القنبلة النووية إذا ما اتخذت قرارا برفع تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%، وبالتالي فشل المفاوضات النووية بأي شكل من الأشكال بسبب تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن لم يتفقوا على هذه المسألة، فإن إيران أمام تشغيل مجموعة أخرى من 174 جهازا من المجموعات الثلاث، نتحدث عن 522 جهازا من هذه الأجهزة، بالإضافة إلى الأجهزة التي أساسا هي تخصب اليورانيوم بنسبة 60% في منشأة نطنز. هو يفتح الباب لسيناريوهات خطيرة، قد تكون ضربة إسرائيلية بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية بطائرات البي بطائرات البي 52 باستخدام طائرات الاف 35 لضرب المضادات الجوية، وندخل في أزمة حقيقية في الشرق الأوسط بضربات متبادلة. ولكن في نفس الوقت نجاح الاتفاق النووي فإنه سينهي الكثير من هذه المخاطر التي نتحدث عنها. المشكلة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتعرض إلى ضغط في مسألة العودة إلى الاتفاقية النووية، فجويش إنسايدر كانت قد تحصلت على معلومات خاصة بأنها اطلعت على رسالة بدأ يوقعها 30 عنصرا
وثلاثين عضوا من الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي بدأوا يجمعون توقيعات منذ الاثنين الماضي، وهذه التوقيعات قد انتهت يوم الأربعاء الماضي أي يوم أمس. أنه هذه التوقيعات يسألون الرئيس الأمريكي جو بايدن، لماذا يا رجل أنت تتوجه للعودة إلى الاتفاقية النووية وتفتح الأموال للبنك المركزي الإيراني، وهم لا زالوا يهددون العديد من القيادات والشخصيات الأمريكية من الإدارة الأمريكية السابقة، وهنالك الكثير من الإثباتات على هذه المسألة، فكيف لهذا الأمر أن يكون منطقيا؟ وعلى هذا الأساس هنالك الضغط على عدد من المستويات، والأهم من هذه المسألة فشل المفاوضات النووية ستعني سيناريو كبير جدا في العراق، ونجاح المفاوضات النووية أيضا قد يعني سيناريو مختلف تماما باتفاق مختلف تماما على المستوى العراقي والشرق الأوسط.